استمع إلى كلمة السيد ماهر حمود رئيس اتحاد علماء المقاومة من جنوب لبنان، فلننتقل إلى هناك ونتابع. يقول القائد خامنئي للشهيد سليماني: هل يصل السلاح إلى غزة؟ فقال سيدنا: إن الطرق مغلقة والأنفاق دمرت والطرق موصودة وصعب جدا إيصال السلاح. قال: اصنع لهم في الداخل. فأشار إلى رأسه، قال: شاشم على رأسي. فقام القائد فقبل رأسه. لماذا؟ لأنه وعد بأن يصنع السلاح أو أن يساعد في صنع السلاح في غزة. نعم، أمة واحدة من طهران إلى غزة، لا تفرقها مذهبيات بغيضة ولا قوميات مصطنعة. بعض الناس تذكروا الآن أنهم عرب، تذكروا الآن أنهم عرب. على أي عرب يتكلمون اليوم؟ سمعناهم عرب. أي عرب؟ عرب أبو جهل؟ عرب أبي جهل؟ عرب من؟ عرب الإسلام. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالصاروخ، لا فضل بين عربي وعجمي إلا بالمقاومة، لا فضل بين عربي وعجمي إلا بفلسطين، بالقدس، بالمقدسات. عرب دون فلسطين تبا لهم، عرب دون مقاومة جاهلية بغيضة، عرب دون توحد على الإسلام وعلى المقدسات نتن نفر من رائحته البشعة. عرب من دون إسلام مشركون يعبدون الأصنام، صنم الجاهلية وصنم المال الذي ركع البعض اليوم في لبنان. يركعون للدولار، يركعون للريال، يركعون للمصلحة الكاذبة. ومصلحتكم هنا، تاريخكم يأتي من هنا، مستقبلنا يأتي من هنا. يرسم التاريخ ويصحح التاريخ ويرسم المستقبل من هنا.